بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض الفيديو المنتظر، فيديو تشكيل القطط. احنا كنا عملنا قبل كده تشكيلات بالسلك النحاس وتشكيلات الحروف بالعربي وبالانجليزي، وكان في من ضمن التشكيلات دي شكل القطة المميز ده، وقلت لكم ان امنية ثروت هي اللي بتشتغله. ان شاء الله النهاردة رضيت عننا خلاص وهتنفذه لنا. كل اللي احنا محتاجينه جزء من السلك تقريبا 30 سنتي عشان نشتغل فيه براحتنا. المفروض هو ده ملي ولا 8 من 10. هتشتغل بالسلك الواحد ملي الذهبي. هتبقى محتاجة طبعا القصافة الزرادية الخشنة، العدة بتاعتنا اللي بنستخدمها دايما في النحاس، والزرادية المبرومة طبعا، والزرادية الفلات الناعمة عشان اللي هي بتعدل بيها السلك. هنبتدي مع بعض نسمي الله. انا مش هتكلم، هي هتبتدي تشتغل، ومع الشغل انتوا هتبقوا شايفين ايديها بتشتغل ازاي. بس مبدئيا هي المفروض الشكل اللي احنا عايزين نعمله، سواء بقى كانت قطة او سواء كان اي شكل احنا عايزين نعمله، لازم يبقى مرسوم قدامنا. يعني موضوع التشكيل بالسلك في الاشكال المجسمة اللي زي دي لازم نبقى شايفينه قدامنا عشان نعمل التفاصيل بشكل مظبوط وبشكل كويس. سواء كانت مرسومة أو صورة نقدر نحصل عليها بأي طريقة كانت، بس المفروض يعني المهم النتيجة، أو على حسب ما نرتاح في شغلنا. فأمنية دلوقتي كل اللي هتعمله إن هي هتبتدي ترسم أو تشكل بالسلك الشكل اللي قدامنا ده بالحجم اللي هي هتعمله بيه النهاردة. هسيبكم معاها نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي يا أمنية.
كده خلاص تقريبا بتقفل الاطراف بتاعت السلك بتاعتنا. تستغل الجزء الاخير الطرف بتاع السلك، الطرفين بتاع السلك بتستغلهم، بتلفهم على الرقبة بتاعت القطة، بتمسك المجسم بيهم وفي نفس الوقت بتعمله كحلية للشكل بتاعها. هو الموضوع بس عايز تظبيط وعايز انه يتعمل كذا مرة، عايز تدريب عشان نقدر نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. ويا رب يكون الاشكال عجبتكم. يا عامله طبعا كذا شكل من الموضوع كبير وصغير. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط وتقدروا تعملوه زي ما كنتوا عايزين. شكرا، تسلم ايدك، ومتشكره قوي لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.